نحن هنا باش نقولوا انه اليوم لا لحجز المهاجرين بطريقه غير قانونيه، ما ثم حتى قانون معناها يجبرك او حتى وضعيه تخليك تحتجز ناس في مثل هذه الظروف الانسانيه. باش نطالبوا بتطبيق المقاربات الانسانيه الخاصه بحريه التنقل. رجلي مشى عنده تو 6 شهور، مشى وضعيته انه اول حاجه ماهوش يخدم، بطال. هو كان قبل في فرنسا، فهمت، هبط، وعنده بنته غادي في فرنسا عمرها 19 سنه، يحب يمشي يصفي وضعيته عليها البنيه، فهمت، وهما في مليله وضعيتهم سيئه جدا، ماهمش قاعدين يعاملوا فيهم معامله طيبه، خاصه التوانسه، التوانسه ماهمش يعاملوا فيهم معامله باهيه.